ازاي تعرف ان انت بتخس؟ في الفيديو ده اقول لك على اشهر 4 طرق الناس بتقيس بيهم التطور، واقول لك على طريقه 5 دي الافضل واللي انا بستخدمها شخصيا. اول طريقه هي طريقه الميزان العادي، وده بيديك مجرد رقم ثابت. تاني طريقه المازوره دي بتاخد بيها مقاسات معينه زي الوسط ومحيط الصدر والكلام ده كله عشان تعرفك مقاساتك بتقل ولا لا. رقم 3 حاجه اسمها سكين فولد، وده عباره عن مشبك بتقيس بيه نسبه الدهون، ولكن مش اي حد يقدر يستخدمه عشان يطلع بنتائج دقيقة. رقم 4 الانبادي، وده بيطلع لك نسبة العضلات ونسبة الدهون ونسبة المية ونسبة الفيتامين والمعادن. طبعا بيبقى في حاجات مظبوطة وحاجات مش مظبوطة، ولكن بيدينا ارقام نقدر نشتغل بيها، وفي نفس الوقت ده الاسهل لك لو انت مبتدئ ومش عارف تبدا ازاي. رقم 5 والطريقه اللي انا بفضلها، ان انت تتصور قبل ما تبدا رحله التخسيس بتاعتك، وكل اسبوع تاخد صور بنفس الوضعيات اللي انت اتصورت بيها اول مره وتقارن الصور ببعضها، او ممكن كمان تقيس التطور كل 15 يوم وتقارن الصور ببعضها، وبناء على كده بتعرف انت بتتطور ولا ما بتتطورش. ودي الطريقه الادق واللي انا بفضلها شخصيا. طبعا لو دمجت مع الانبادي هيديك بيانات مع الصور، هتبقى عارف انت ماشي ازاي بالظبط. تنساش تقول لي انت بتستطور ازاي. صباحك فل.